يعني اكو واحد يفسخ بشر ويقصصه بمنشار ايده ورجله، يشيل بقواني ويشمره بالزباله. خطفوه فقطعوه ثم باعوا أعضاءه. علي هيثم ذو 18 عاما سائق الأجرة، ضحية جديدة لعمليات الاتجار بالبشر، والقصة الكاملة على لسان ذويه. فقدنا ابنه بارحة ساعة بالعشرة الصبح، طلع على باب الله للظهر احنا نتواصل وياه، ورا الظهر بعد انفقدت الأخبار مالته. رحنا المراكز ورحنا المستشفيات كلها ماكو نتيجة. يا للروح اللي خبرنا على 104 قال ماكو، ما عندنا خبر بينه شيء، مفقود. سايق تاكسي هو عمره 18 سنة، لليل ماكو نتيجة. ثاني يوم الصبح ما لقينا، العصر خابرونا لاقينا بالحاوية بالمقلع ما الزبالة، مقصصين ايده ورجله وبايقين كل اعضائه الداخلية التناسلية وغيرها، باقيين كل اعضائه. زين، انت اللي تسرق سياره بالله مو مشكله، بس الاعضاء هاي جريمه كبرى، يعني جريمه تهز العراق. منطقه النهضه شايلين متارسين كياس بيه وذابينه، جايه بالكابسات كرمون شايله بالمقالع حاسبي، مبلغ الدوله جاي لاقينا مقطع ايدي، جسمه مقطع، اعضائه ماخوذه. صدمة كبيرة تعرض لها أهالي الضحية بسبب هول الفاجعة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع والقبض على العصابة التي زرعت الخوف في نفوس البغداديين. أشوف داعش نفسه، هو داعش اللي مرينا به سوى هيجي، سوى هيجي داعش، سوى هيجي ها بابا، الرجل واحد بعلاقة، الإيد واحد، الراس واحد، يعني اقول كلمه واحده بس ما اطلب بعد اكثر من هالكلمه هاي، انه اذا اكو دوله صحيح طلع لي حقي. ناشد رئيس الوزراء وناشد وزير الداخليه وكل المسؤولين الامنيين على هذه الجريمه، كل المسؤولين، البرلمان غيرها، ان يعني يكون فرد وقفه، يعني وقفه صحيح مع الحكومه ومال وقفه وطنيه. هاي تعد جريمة الاتجار بالبشر أحد أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي.